جابك هلا؟ اذا بدك ما بيجي برجع خاطري. تعال هون. ليش جاي على بكي؟ حيرتيني هنا، مو احسن ما اجي متاخر تقومي تفكري لا سمح الله اني رحت هون ولا هون او عملت لي شي تفتيله. الزايد اخو الناقص، قلي لشوف وين كنت؟ وين بدي اكون يعني؟ بالشغل. وقت اللي بتكون بالشغل ما بتطلع قبل التنتين وربع، معناتها ما كنت بالشغل، وين كنت ومع مين؟ طلعت جولي على المخازن ما لقيت حدا، لكنه كل الموظفين فاركينها، ما في الدومري. قمت عملت لي تفتيله بالمخازن وجيت على البيت. لا حلوه، حلوه كثير، وصدقتك ها، شوف كيف مصدقتها. وليش لحتى ما تصدقيني؟ وين صار المخازن تبعكم؟ بعد دوما، قبل القصير بشوي، يعني بدها شوي لتصير بالقصير. وليه عم تسالي على المخازن؟ لا ما في شيء، روح درس الولاد لبين ما حضر لك الاكل، هات عنك شنطتك. لا اتركيها، انا بفوتها لجوا. لا انا بفوتها لجوا. لا خلص ليش لح جاكيتي، بحطها بقوط النوم بشلح جاكيتي. مو مطولة لتوصل لمستشفى المجانين، شو هالصمام اللي رح ينفجر هاد بجنة. لا 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 حضنها الحضن. جميل؟ اي هنا. مين هو هي سهير؟ سهير مين سهير؟ انا عم بسألك مين هو هي سهير؟ سهير سهير من هو هي سهير يا سهير عم لا هذا عمي سهير ايه في خالتك اسمها سهير وفي بنت عمتي سهير غير هالسهيرتين ما بعرف ولا سهير بحياتي. إيمك من خالتي متوفاية ما بقي غير سهير بنت عمتك. شو في بينك وبينها؟ ما في شي بيني وبينها. لا في. أنت أدرى. تعال هون زميل وين رايك؟ لا بدي أكمل له تسميع الدرس لها سليم بكرة بيصوت بالمحفوظات مو حافظ النشيد بدي وين حطيت إيمك؟ تريني هلا أنت بشو أنا بشو مين اللي شوف مين شو في بينك وبين سهير؟ لك شلون بدي أكون في بيني وبينها شي إياه إنه إذا هي صلى 30 سنة بلوس أجلوس وأنا صلي 30 سنة عم لوس بالشام. معناتها في سهير تانية اللي شوف شو في بينك وبينها ومين وهي؟ ما بعرف. شو ما بتعرف لا بتعرف؟ إيه أنت أدرى لكان. لكان مين وهي سهير اللي عاطيها موعد المسا فيك تفهمني؟ إذا متأكدة إنه هي سهير معناتها لازم تراجعي دكتور العيون مشان تعرفي تميزي بين سهير وبين سمير، مكتوب سمير قريها منيح. لا هي سهير وأنا متأكدة، تأكد بنفسك. أنا متأكد إنه سمير قريها منيح. بجوز سمير بس أنت كيف بدك تكتب سهير قام طلعت معك سمير؟ مين هي سهير؟ شو في بينك وبينها اللي لشوف هلا؟ لسا بتقلي سهير. سمير هي افتحي الباب. ما رح أفتح لك، قلي لشوف شو بينك وبينها هلا. بيني وبينها؟ في كل شيء منيح هيك حبيبتي مهموه ما خبرتيني شو اخبار رفيقتك هنا مليحه لساتها حلوه مثل قبل ولا تباشعت شيء صارت احلى عظيم احكي لي كمان معناها انا كثير مشتهي اشوفها شو بدي احكي لك لا احكي لك الله يكون بعونها خير لشوفي الغيره رح تقتلها لك صارت تشك بكل شيء كل دقيقه والثانيه بتتصل لعند جوزها على المكتب لتتاكد انه موجود وصلت مع الامور انه تشتري له طقم من البالي مشرشح مشان يتفصلوا منه النسوان بالمديريه من البالي والله انا خايف عليها كثير معناها انا بكره رح اروح عندها من كل بد على المديريه قاعد لي عندها شي 3 4 ساعات وعقلها انت استريح خليك هون وين راي ما قلت لك اني عازم وسيم وسمير على العشاء اي ما في روحه لك شلون ما في روحه عم اقول لك انا العازم اتصل فيهم واعتذر قول انك مرضت فجأة قول انه اجاك مغص قوي ما في روحه يعني ما في روحه لك شو عم تحكي هلا اذا ما عزمته اليوم راح اعزمهم بكره بقى فرطيه ما بتعرفي من هون لبكره شو بيصير الغي عزيمه اليوم وعزمهم بكره على العشاء لهون على البيت ما حلوه جميل تعال هون قل لي لشوف من وين الحلوه لك قصدي ما حلوه الغي العزيمه وليش بقى ما حلوه ولا ما بدك يعني يروح معكم لك لا بس رفينا سمير عزابي نياله يعني ما بحب القعده بالبيت بحب سهرات المطاعم بياخذ راحته اكثر اي ضروري تعزمه بلا هالعزيمه لك طبعا ضروري اعزمه يوم اللي سافر ما عزمناه هلا كمان ما نعزمه ما حلوه بيزعل اي يزعل انفليش انا هيك منه بلا لك شلون بلا ما هذا صديق الطفوله اي الطفوله حبيبي انتهت من زمان لا طفوله خلصت كسن كعمر بس ذكرياتها بتضل انا ما بقدر انساه لسمير
كنا مسمينه سمير ملطشي، كان يقعد اول مقعد وعلى طول ننزل فيه طيارات، نلطش نحن وياه على باب الثانوي، بس اللي خايلني انه كان دب بالمدرسه، شلون هو جمع مصاري وبقينا نحن اخر العالم لهلا ما عم بفهم، ما بعرف شو اشتغل بالخليج وشلون لملم عمله. لملم عمله ولا ما لملم ينفلي، ما في روحه يعني ما في روحه. انا الجماعه بيكونوا عم يستنوني. وانا شو اللي بيضمن لي انه انت رايح تسهر مع سمير ومو مع سهير؟ رجعنا لقصه سهير؟ ايه رجعنا. لا يا انه شو مالك ثقه فيي؟ الي بس مو كثير. بس طول عمرك كانت ثقتك فيي عمياء، كنتي حاطه اجريكي بمي بارده ومطمنه، شو اللي فوشهم هلا؟ تعبوا هوا وفاشوا. ارجعي نفسيون. جميل انا ما عم امزح، ما في روحي هي ما في روحها. لك يا هنا على طول كنتي تتمنيني اطلع برات البيت، على اساس اذا طلعت انا ورفقاتي بتطلعي بتشمي الهواء انت ورفقاتك. هلا اجت على اجريها، هي طالع انا ورفقاتي، اتصلي لك بشرفيقه وطبقوا لكم زياره بيكون احسن. انسالي شو كانوا شو كنت، نحن اولاد اليوم. مثل ما بدك، انت مرقي لي اليوم وخلينا من بكره اولاد بكره، منيحه؟ بعدين انت شلون بتعزم رفقاتك من غير ما تخبرني؟ ليش اولاد بكره صار بدهم اذن قبل ما يعزموا حدا؟ لا يا جميل لا تفهمني غلط، انا ما قصدت انه تاخذ اذن مني، بس كل اللي قصدته انه انت لازم تقلي على الشغلات بدك تساويها قبل ما تساويها، بركي كان حدا عازمنا او نحن عازمين حدا عشان ما تتضارب اوقاتنا مع بعض وعلاقاتنا الاجتماعيه، ولا شو رايك جميل؟ اي لا خلص، بس نصير اولاد بكره بنصير مننسق وبنخلي علاقاتنا واوقاتنا ما يتضاربوا، خليني امشي هلا. بدك تطول؟ لا بالكثير ساعتين. وليش ساعتين؟ انت بالعاده بتتعشى بربع ساعه، يا سيدي خليها برا نص ساعه ومن عندي نص ساعه، سلامات وطريقه يصاروا ساعه، هلا الساعه 9، 10 بالضبط بتكون عندي، شو قلت؟ ماشي، بقدر امشي انا هلا؟ ايه بتقدر حبيبي. شكرا لك. اهلين. شكرا. مع السلامه جميل، لا طول. لا ولا يهمني. 9، لازم يرجع 10، لكان. معقول يكون رايح يشوف سهير؟ لا مو معقولة، مو معقولة شو الحكي ولو؟ عشرة بالضبط. ليش ما فتح الباب؟ معقول يكون نسيان المفاتيح بالبيت؟ ايه معقولة. مساء الخير جارتنا. ممكن نشرب عندك فنجان قهوة؟ ايه اهلا وسهلا تفضلوا. سهام حطي الصينية بالمطبخ. وليش شو هالصينية؟ هدول شوية اشتريات وزراف اجوني هدية، قلت لحالي اعمل صينية كنافة لكم وصينية لنا. ايه كتر خيرك، ما كان في داعي تعذبي حالك. انو عذاب؟ ما في عذاب منوب، انا من زمان كنت بدي اعمل لكم صينية كنافة، بس ما بعرف كيف الظروف ما ساقبت، بس لما قالت لي ام محمود انه جميل بيحب الحلو، قلت من يوم ورايح بدي خليه يشبع حلو. ايه ام محمود غلطانة، جميل ما بيحب الحلو، ما بيطيقه. شو بيحب لكان؟ قولي لي شو بيحب وانا مستعده اساوي له اللي بيحبه. ما في داعي تعذبي حالك ام تحسين. ولو يا هنا نحن جيران والجيران لبعضها، بعدين افضلكم سابقه. ام تحسين بلا لف ودوران، اذا كنتي جايبه الصينيه مشان جوزي جميل يرجع يدرس بنتك سهام فبامكانك تاخديها، جميل مو فاضي. كتر خيرك، قلنا الله، امشي بنتي امشي. والصينيه ام تحسين؟ خليها للاولاد. اطلعي انت لعند اخواتك امجد واغيد احسن ما يزولوا شيء ازوي، انا فايته لعند ام محمود عاوزته شوي. خليني فوت معك. هلا بعدين. شفتي؟ هذا حساب اللي حاسبته، الان اطلعي. بعت لك حمى انت واولادك وبنتك سهام. وينو لهلا؟ قلت له ساعة، صار له ساعة وخمس دقايق وعشر ثواني. قلت لك ساعة. وين بدك تكون راح هلا؟ وين بدك تكون جميل؟ ماشي يا جميل، أنا بفرجيك. إيه يا جماعة، أنا بتسمحوا لي، ما بقى فيني أقعد معكم أكثر من هيك، خلصت إجازتي. شو يا؟ لساك لهلا عم تاخذ إجازاتك من وزارة الداخلية بالقطارة؟ لك أخي شو بدنا نعمل؟ يا لطيف شو بتخاف من مرتك؟ لك خليك رجال مثل جميل. طول عمره هو يروح ويجي معنا. لحد هلا مرته ما قالت له لا وين كنت ولا مع مين كنت ولا ليش تاخرت. إيه يا هيك الرجال يا بلا. إلاوي تشد ايدك، زمان اول تحول العنزه سارحه غير امبارحه. لا شو هالحكي؟ شو جمله؟ هالحكي مزبوط ولا دس عدوين؟ لا طبعا دس عدوين. بتعرف انا طول عمري رجال وانا ومرتي متفاهمين، لا بتسالني ليش لهلا ولا امتى، لا بتعرف اخر تفاهم. إيه انا هذا اللي بعرفه. إيه لك خليك على اللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه. ايه قوم
قوم قبل ما تخلص اجازتك وتلاقي باب السكن مسكر تقوم تنام بكولبة الحارس. يلا السلام عليكم. وقف خذ هديتك بسرعه خلصني بس خشيني بسرعه. تفضل السلام عليكم. وقف ما بدك تفتحها وتشوف شو فيها بالاول. لك اخي طالما منا فاكيد محرزه بفتحها بالبيت. السلام عليكم. يا لطيف خايف يضيع له دقيقه فتح الهديه حتى ما يتاخر عن المساعد تبعه. اذا كان انا ليش ما بدي اتجوز من هيك مواقف. خود جملو. شو قال؟ خود هي قنينة العطر هدية مني لمرتك. يا هيك النسوان يا بلا. الله يسلم الايدين. لا انت لا تدعي على القصة. لك يا عمي الفرس من خياله. شو بدك بهالحكي؟ ولك يسلم لي خياله والله. الله يحييك. اليوم سهرتنا انا وياك صباحية. ايه شو رايك نقوم؟ نقوم؟ لك شو نقوم هلا حلوية السهرة؟ جملو؟ ليكون انت عم تاخذ اجازات من مرتك كمان. بزعل منك خيال المهرة. لا شو هالحكي هاد بس. يا لطيف فرنسي شو عم يجاني؟ خود خود بسيطة. معي حب أو كثير. لا معلش أبو سمرة أنا ما باخذ حب لأنه بربطه لراسي ربط يعني بعمل له قفل ومفتاح. أنا على طول تلاقي لي لحشة شغلة تشد لي إياه وبتقفله. أي. إيه؟ على راحتك خليها لبكره. لكان بكره كمان بكره ما انك فاضي. بسيطه خليها لبعد بكره. بعد اخي بنحكي مع بعضنا بعدين. نحكي مع بعضنا. خاف لا عم لك شو صار له؟ لا 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 لا. ايه بسيطه يا جميل. صارت الساعة 12 ونص إلا خمسة والأستاذ ما شرف عامل لي البيت أوتيل لكان بيطلع وبيسهر على كيفه وبآخر الليل بيجي بس لينا. إيه بس بعيدي عن شنبك أنا بورجيك. ها ورجيني شو رح تعمل. الله يمضي الليلة على خير. سكرنا اليوم والله جبر. سنين قافل الباب من جوا. هنو هنو انا جميل جمولتك انا. هنو افتحي لي. هنو ما رح افتح. روح رجع محل ما كنت. وين بدي ارجع؟ المطعم سكر بعدين ماني جوعان. دور لك على مطعم ثاني فاتح وروح له. ماني فاتحه يعني ماني فاتحه. هنو الله يرضى عليك افتحي. يا هنو ما حلوة قدام الجيران. ليكي سمير بعت لك هدية شو فيها حلوة كتير. طب افتحي شو فيها. طلعي من عين الساحرة ليكي. ليكي ما حلوة. ما رح افتح ولا رح طلع. هنو الله يرضى عليكي ما حلوة هلا ينزل حدا من الجيران يشوفني واقف على باب البيت وانتي ما بتفتحيني بتشرشح. لك طب اطلع علي من عين الساحرة بيشفق قلبك علي. اطلعي. ماني فاتحة يعني ماني فاتحة. هذا بيت مو اوتيل. اذا كنت شايف بس لك روح دور لك على اوتيل نافي. ماني فاتحة. هنا الله يرضى عليك افتحي. طب ناوليني بجنتي. هنا هنا حبيبي ضروري انا كمان فشل صمام الامان. فلعت فلق هيك معها. وين بدي اروح هلا؟ قول عند اهلي. لا شو لعند اهلي؟ امي بتهلكني بالاسئله. لا احسن شيء قول عند وسيم. هذا كمان ما بيمون على مرته. خلو لو قبضاي هلا كنت رحت نمت عنده. معناتها ما في خير سمير. لا هذا كمان عزابي منفضيع. احسن شيء يروح على الاوتيل بس ما بيمنع من محاوله اخيره. هلا هلا بطل يدق. ليكون راح. ايه روح عشان تاني مره يتعلم يشعل الوقت بالضبط. لكان ليكون راح يكمل السهره مع سوي. جميل راح. جميل شو عملت بحالي انا؟
على الخط. خليه يسكر يا حبيبي سكر. ايه يا عمي شو بدي اقول لك؟ ممكن احكي مع جميل؟ ما اجى جميل؟ ما اجى جميل عمي لسه ما وصل؟ طب عمي اذا بتريد اول ما يجي قول له الباب اللي كان مسكر انفتح. ما بعرف، قال رايح يشوفك بشغله ما بعرف شو هي. بس يا عمي شكرا كثير.